الوقت الحاضر جاي يجمعون الأبناء الناصرية في شارع الجمعة وقفة استنكارية لما جرى في السويد. طبعا العمل اللي قام به المجنس السويدي هو مو بس هو يتحمله، تحمله دولة السويد. أنتم دولة السويد بما أنه تقولون إحنا دولة متطورة ودولة يفترض أن تحترمون الأديان، يعني إحنا كإسلام البلد العراقي أغلبه إسلامي، ما يوم من الأيام تجاوزنا على التوراة أو على إنجيل أو على الصابة أو على أي ناس، نبقى على العهد لأنه مو هين علينا أنه يصير تجاوز على القرآن بين فترة وأخرى يجيسون نبض. هؤلاء أبناء محمد الصدر، هؤلاء أبناء سماحة السيد القائد يقفون اليوم لنصرة القرآن. هل يا ترى القرآن هو للصدريين فقط؟ أين المسلمون؟ أين الحسينيون؟ أين أبناء الشعب العراقي؟ أين هم من القرآن؟ اليوم القرآن يحرق في بلدان الغرب الدجال، أين العراقيون؟ أين أتباع علي بن أبي طالب؟ الصدريون يقفون مع القرآن والإسلام والمظلومين يقفون للإصلاح بكل مكان وزمان. نحن أبناء محمد الصدر تعودنا أن لا نعني رؤوسنا إلا بمحارب العبادة. نشجب ونستنكر الإجراء الأثيم الغاشم الذي قام به المواطن السويدي بحرق القرآن الكريم، وبهذا العمل اللئيم نقف كلنا جنود أوفياء فداء للوطن وللقرآن، ونقول لبيك لبيك يا حسين، هذا عراق الصدرين. ومن هذا المنطلق أنا أقول هكذا، لن يقف بوجه هذه الأعمال المشينة والمنكرة والتي هي بوادر التطبيع، والله العظيم بوادر التطبيع، ولا نسمع ولا نرى قولا إلا مقتدى الصدر استنكر هذا العمل الجبان والمشير.